يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت أحدا من الخوارج في طريق فهل لي أن أقتله؟ لا، ما يجوز لك تقتله، هذه فوضى. إنما اللي يقاتلهم ولي الأمر، كما قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلهم الخلفاء من بعده. فلا يقاتل الخوارج ولا غير الخوارج أفرادا أو جماعات إلا بإذن ولي الأمر، هاي بالمسألة فوضى. نعم، إذا قتلت وقتلك أو قتل أخاك أو أباك صارت فوضى المسألة. نعم.